قال له ولولا محمد ما خلقتك. وبس زيد واحد المسألة، الله قال لآدم إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. آدم نزل في هذه الأرض مسلم، واللي غيحكموا في هذه الأرض هما المسلمين. وقال الرسول لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، وما دام أن اللي كان عندهم التقوى في ذاك الوقت هما العرب، إذن هما اللي غيحكموا في الأرض. وهذا الشيء اللي جايبوا لي سير ديه انت لعندك وسير طبقوا في الجزائر. هنا في المغرب اللي غيحكم في المغرب خصو يكون مسلم، والشيعة سير ديها انت لذاك إيران، والمسلمين قبل لا من الأمازيغ قبل لا من آدم مسلم. آدم راه نزل من الجنة حيث كان مسلم وعصى في الجنة الله وهبطوا، ولكن يحكم بالإسلام كان مسلم. فهمتي؟ إبراهيم سماكم المسلمون، من سيدنا إبراهيم المسلمون في الوقت ديال سيدنا إبراهيم. المهم تحياتي للإخوان، خويا كمال، تحياتي خويا نقطة. وعليكم السلام خويا نوفل. أنا هبطني وطلع الإخوان في الإخوان واحد يطلع معكم. خويا نقطة بارك الله فيك، شكرا للمداخلة ديالك. والمشكلة دابا حصحص كسول، كسول جدا، وحفظي حتى أنا كسول ما عنديش غير مؤهل للحديث في السياسة، ولاني نشهد له بانه كسول حتى في المعيار ما كيسبش بعدا، حتى في المعيار كسول فيه، يعني ما كيسبش كيهضر بعدا مسكين بلا ما يشم بلا ما يسب، هادشي اللي نقولوا مي كسول ما عارفش. هو المشكله اللي كيلوموكم تيقول لكم اسيدي كطلعوا شي ناس ما كيعرفوش، وريني راه هادشي اللي حط الله، هادشي اللي كاين في السوق. المشكله دابا خصك تجيب شي ناس اللي كتعرف، هذه هي النخبه الكبيره. فوالا اختي سام، انا بالنسبه لي ما نقدرش نطلع شي مثلا يكون شي لايف جزائري متمكنين مثلا من اللغه العربيه ومتمكنين كيهضروا، يطلع نطلع عندهم غادي يمشوا غياكلوني، ما غنقدرش نعرف نهضر معاهم، حيت وجيتهم وانا غير مؤهل للسبان، ما نقدرش نعاين. اللهم كنبقى لتحت كنتصنت وصافي، اما اللي بغى يبان يدير شي فيديو في تيك توك، يدير شي حاجه ولا يختار شي لعيبه، غيبقى يطلع غيبقى يبان هنايا ما كاين لاش. وتحياتي لك اخويا كمال، تحيه متبادله اخويا نوفل، الله ينورك اخويا نوفل. تحيه اخي متبادله. والخطا اللي كيديروه هاد الجزائريين، حنا اننا ما كنفرقوش بين امازيغي وبين عربي، حنا كيجمعنا الاسلام في هاد الدوله، حتى الامازيغ مسلمين، وماشي مشكل شكون يحكم. ها هو عندنا رئيس الحكومه امازيغي، واللي قبل منه امازيغي، والملك عربي والام ديالو امازيغيه، وهذا الشيء هذا خصكم ديروه في دماغكم. مغاربه وضربوا راسهم مع الحيط، حنا ما عندناش. هذا هو اللي كنعرفه. وكنلاحظ انا في جاف الناس ديال المغرب عندهم واحد اللحظه ديال التفكير، ما كينطقش يا سوسو ما كانش منها، كيدخل الهضره لراسو وكيحللها قبل ما يجاوب، هما عندهم غير ديريكت طق طق جواب غير مقنع، وما نعرف الله اعلم. والله يصاوب الجميع. تحياتي لكم. اللهم امين. تحيه متبادله اخويا نوفل. اهلا سوريا. الدرون المغربي يطلع. اهلا خويا كمال. سوريا وجوهره جوج درون. انا غير 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 سوريا كنقولها انت الدرون الهرميس وجوهره. انا اللي طلقت عليهم اسم الدرون. انا اللي طلقت عليهم اسم الدرون. اخبارك؟ ايوا المهم انا راه كنسميهم بجوج بهم درونات. انا اللي طلقت عليهم، انا اللي كتطلع سوريا كتبقى كجوهرة تاهي كتقول لهم الدرون ديال الجنوب. المهم تحياتي لكم جميعا خواتاتي ولجميع الاخوه المغاربه اللي كاين معنا. اول حاجه غنقول غير جوج كلمات ما غاديش نطول، اول حاجه سوريا، اول حاجه يا حسحاسو خاصك تعرف يا حسحاسو اننا في المغرب ولله الحمد ملكيون وندين وندين بالإسلام دينا. ثاني حاجة يا حسحاسو يا حسو تعرف عن الذي أتى لك بالإسلام وتدين به هو عربي نبي عربي يدين به جميع العرب والأمازيغ. ثالث مسألة يا حسحاسو ويا حسحيسو أن الأمازيغ في المغرب الدولة الوحيدة في العالم وفي شمال إفريقيا الذين لم يهاجموا الإسلام بل دخلوا الإسلام عن طواعية. الأمازيغ المغربية حسحيسو دخلوا للإسلام طواعية وبكل محبة. علاش يا حسحيسو دخلوا الإسلام؟ لأنه لا يتعارض مع ما يطبقونه في حياتهم الشخصية. الدولة الوحيدة التي لم تعارض الإسلام هم أمازيغ المغرب، بخلاف دول شمال إفريقيا التي عارضته من أصلهم. ثاني
الله يعطيهم الجربه في يديهم. ايوا اش غادي والله العظيم بغيت نقول لك خويا كمال كنت كنتكلم وحدي كيف قلت هذاك حس حيسول بغيت نقول هذاك حس حيسول محسحس ان الامازيغ ولا المغربيه ولله الحمد هم ودهم للشعب الوحيد اللي ما رفضش الاسلام ودخطه واعيه. هذه وحده. ثاني حاجه احنا في المغرب ديالنا ما عندناش هذاك عربي وهذاك امازيغي وهذاك يهودي، كلنا مغاربه وتحت مغاربه. احنا ما عندناش العرقيه في المغرب وهذا فضل من عند من عند الله، فضل اننا نعطي انفسنا مغاربه احق. اما العرقيه فنحن ننبذها كما نبذها الاسلام. هذه اهم حاجه. اجا يا حسحس ويا حس يا حسحيسو انت اول حاجه اخر من يدافع عن الامازيغ او العربه، عرفتي علاش يا حسحيسو؟ لان 77% من الكراغ من الجزائريين الفرنسيين و23 مراغله، يعني لا انت عربي لتهاجم العرب ولا انت بامازيغي لتدافع عن الامازيغ. ان مشروع تمزغ الذي تطالبون به وتفتحوا لايفات على حسابه فلن ينجح بتاتا، لان ذاك المشروع كان يهم لتقسيم المغرب والمغرب لن يقسم بما تفعلونه. فنحن الدولة الوحيدة التي تعتبر الإسلام دينها وتعتبر أن جميع الطوائف العربية والأمازيغية واليهودية تعتبرها يعتبرها جنس واحدا وجسدا واحدا. فلا تلعب في هذا الملعب يا حسحيسو، واذهب بعيدا وانصرف، لأنك يا فرنسي يا كرغولي فابتعد عن هذا المضمار وعن هذا المنوال لأنك لست أهلا له. وأطلب التقية والتشيع ذاك افعله في بلدك وليس معنا. إسرائيل بالشيعة إن دفعوك لللايفات المغاربة لتدافع عن منظومتهم فذاك لن ينجح معنا. عرفت علاش؟ لأن إيران تحارب الملكية أينما كانت، نجحت في الدول العربية لكنها لن تنجح ونحن لها بالمرصاد قلبا وقالبا ملكا وشعبا. دير هذه في راسك يا حسحيسو، قل ما لحسنا لك راسك وديناك القرقارات فم وعطينا البيك على شطور. وتحياتي لخويا كمال اختي سهام وخويا كريم وخويا تحياتي توريا الى عدت في مغربي. تحياتي لك، تحياتي لكم جميعا. وحاس تطلعوا راه ولا يحس حس فم وحده. تحياتي. مرحبا وسهلا. بارك الله فيك اختي. شكرا سي كمال الله يحفظك اخويا اللي سمحتي لي. نعرفك. نشوفو كريان كريم شنو شكون هو بعدا باش ريان كريم. ريان كاين واحد ريان. ريان السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. انا ريان كريم من الريف. هبط لتحت. كده سمحت لي اخويا كمال. هبط لتحت وتصنت. كنتي كتكلم تبارك الله عليك وبدلتي واحد المجهود كبير في النقاش مع داك حاس ولا شو سميتو. اويا اخويا سي كمال ملي كتكون كتناقش هاد الناس هادو خاصك تعرفش من قوم كتناقش. هاد الناس هادو راهم مروا واحد الحقبه تاريخيه العشريه السوداء ديال القتل والغدر بيناتهم، وهذا الشيء هو دابا اللي كيطمحوا ليه باش يوصلوا لنا ليه. حنا ما عارفينناش باللي شعب كيعيش في واحد التالف بين واحد المجموعه ديال كاين الريفي كاين الصحراوي كاين الامازيغي كاين الجبلي كاين سوسي كاين. حنا واحد التوليفه الحمد لله في المغرب عمر ما كان بيناتنا الاقتتال او الغدر. هاد الناس هادو راهم واحد العصابه دوزوا القتل دوزوا واحد العشريه سوداء خلاتهم مريضه. هذا هو اللي خلاهم هاد الحسد اللي عندهم. هاد الناس هادو راه قتلوا بوضياف قتلوا الرئيس ديالهم. هاد الناس كان الغدر ديما بيناتهم. الشاهد اللي نفاوه حتى الشاب حسني اللي ما عندوش علاقه بالسياسه قتلوه. الفنانه كانوا هربانين من الجزائر عمر ما عاشت ورده في الجزائر عاشت تمت في مصر. الان الشاب خالد كيعيش في فرنسا ما عندهم لا فنانه لا. هذا قوم مريض نفسانيا. انت ملي كتسمعهم في اللايفات ديالهم استغفر الله العظيم كيسبوا الرب واحد الاسلوب باش كيهضروا لا علاقه بينا. احنا واحد النوع البشر الحمد لله المغاربه كلامنا كله في يعني واحد الكلام الا سمعتي الانسان كتقول لي غمد لي كاس الماء كتقول لي الله يجازيك بخير نعم سيدي الله يزين الصنعه الله يبارك فيك. حنا كلامنا كله دعاء. حنا واحد النوع ديال الحمد لله في شمال افريقيا ولا وسط العرب كاملين ناس مثقفين عندنا ناس مؤدبين لباسنا لباس راقي حتى في المناسبات ديالنا في الاعراس ديالنا راه لا علاقه. يعني ملي كتناقش واحد الكرغولي راه غير كتضيع الوقت لانهم ما عندهمش واحد التكوين اللي يعطي واحد الشخص
اللي ممكن تناقشوا. هذا علاش اخويا كمان طلعت غير باش نقول لك ما تضيعش وقتك مع هاد الناس هادو، راه غير مضيع الوقت، راه ما كيستافدوش وراسهم قاصح يعني بحال الحجره، لان ما دوزوش تاريخ، ما عندهمش تاريخ، ما عندهمش تكوين، راه من الدوله العثمانيه للاستعمار الفرنسي. احنا الحمد لله راه اكثر من 12 قرن، وكنشكرك على الكلام اللي قلتي. الحمد لله احنا الملك ديالنا كنايدوه يا اخي، والمسألة ديال اللي كنقولوا امير المؤمنين هما ما فاهمينهاش. امير المؤمنين هي جات من بعد الخلافه، من بعد ما جاء علي كان كيقول خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعد ما جاء عمر كيقول لهم ودي رضي الله عنه كيقول لهم واش غتعيطوا لي خليفه رسول الله؟ ما يمكنش. اذا اختار اسم امير المؤمنين. من هنا الملك ديالنا خدينا هذا اللقب ديال اماره المؤمنين، وحنا الحمد لله هذا الملك ديالنا كنقدروه وكنحترموه، ما يمكنش هما يدخلوا بيناتنا. راه بغاو يديروا بالباله في بلادنا، حنا عاقب هذا الكلام غير هادو. وديما عاش الملك. وكما قلتي امازيغ وسواسه جبال صحراء، والحمد لله مغربنا واحد وارضنا وحده وعايشين في وئام، وهذا تتفنى الدنيا ان شاء الله. شكرا لك خويا كامل، الله يحفظك لي خويا. شكرا خويا كريم على المداخله ديالك، كانت قيمه، شكرا لك بزاف خويا. تفضلي مراد تفضل. مراد تفضل. ومراد السلام عليكم اخويا، تبارك الله عليك، تحيه طيبه. وي خويا تحيه متبادله. كنسمعك. وعليكم السلام سبيدي. السلام عليكم. قطع الصوت رايا قطع. وعليكم السلام. تكلم مراد. كيتقطع الصوت شويه اخويا، الصوت كيتقطع. دابا كنسمعك خويا. دابا كنسمعك. ماشي مشكل. المهم انا التدخل ديالي اخويا بالنسبه لهاد المساحه اللي وفرتوها للاخوه المغاربه، خلاص صارت الاخوه الجزائريين راقيين، يعني الناس اللي كيفهموا. اما كما قال المتدخل الاخ قبل قليل، ان ذاك الفئه اللي مسيطر على عقلها، والتي يعني كي الاعلام ديالهم كي لها السموم في الادمغه، هذوك صعيب. رايان افتح الميكرو. الصندوق عاد بغاو تقدر رايان افتح الميكرو. افتح وي خويا. غنشوفوا رايان هو الاول. رايان دابا بغيت نعرف اولا علاش قطعتي في الاول وهبطتي، شنو هو المشكل؟ طلعتي عندي كتقول لي انا ريفي، ما فهمتش انا هذه الكلمه، هذا المصطلح ريفي. حتى انا ريفي مغربي. دابا اللي ما اعترفش، اسمع، اللي ما غاديش يعترف بالاصل ديالو، دابا عندك مشكل ولا؟ انا مغربي وانا ريفي، شنو هو المشكل؟ شنو هو المشكل؟ ولا جاي عندي انت منين انت ريفي انا مغربي؟ لا جاي عندي. كيفاش لا جاي عندك؟ لا جاي عندي انت ريفي وانا مغربي، اش لاقاني بك؟ لا بغيت نعرف اش هاد المغالطات اللي كتعطيو في اللايفات، فهمتي؟ دابا انت اش من مغالطات اللي لقيتي هنا؟ اسمع الا انت حر وكتسمي راسك حر، هو انه نسمع لهاد الهضره ونسمع للهضره الاخرى، فهمتي؟ شنو هي الهضره الاخرى؟ المهم تسمع لاي راي كيما بغاو. دابا خصني شنو لا بلاتي غنهضر معك. انا خصني اجي نقول لك غير حاجه وحده، نقول لك غير حاجه وحده قبل ما نهضر معك. غاسمع، انا عاش الملك ولا عاش سميتو ولا هادي عاد باش نكون مغربي ولا؟ واخا دابا نتايا ما كتقولش عاش الملك. لا ما نقولهاش. وعرفتي علاش انا كنهبطك؟ عرفتي علاش كنهبطك؟ علاش كتهبطني؟ محيط الملك هو اللي مدخل لي الكونيكسيون باش طالع راس البغل بحالك انت يمسخلي راسي. يلاه هبط لتحت، هبط لا تقول ليش. تكلم ما خاي بروكيو عليا هذا لولا كسب الكونيكسيون، ديرها لي الملك انا باش طالع تحمقني هنا في طنطون دراسي. هبط لتحت، سير شوف شي لايف داك، وشوف ديك البلاد اللي كتهضر كتقول انا ريفي، سير شوف فين كاينه. حنا راه عندنا بلاد وحده هنايا في المغرب، بمغرب ريفي راه ما كنعرفش انا شي ريفي. انا بوريفي ولكني مغربي عايش في المغرب. جي تقول لي ريفي ما ريفي وما نقولش عاش الملك، وسير شوف لما تعيش داك هذوك المتطرفين، هذوك المتطرفين هذوك.
هذاك اللي ما عندهم هويه كلما خويا مورا هما اللي كيجيو يهضروا بحال هكا. قال لك انا اسمع لك، قال لك اسمع على الراي الاخر. اش من راي اخر غنسمع لك؟ اللي ما عندوش هويه هو اللي كيجي يتكلم بديك الطريقه. سالينا كمال ما تبقاش تجاوبوا مع الاخ ما عطاك السر. نعم خويا مورا سيريا فخوتنا مغاربه وعلى راسنا. اشوف المغرب في المغرب في عرقيات وفي فسيفيات، ما يبقاش شي واحد يجي يبقى يخربق علينا هنايا. المهم ما عليناش، كمل اخويا المداخله ديالك. ما عندي غرض انا اصلا هذا اللي قال. شوف انا نقول لك، انا نقولها لك بصريح العباره. اسمع انا نقول لك واحد المساله، انا ماشي، انا ماشي مغربي، انا عياشي صافي. كيكونوا مدفوعين انا عياشي. انا معاك صافي انا عياشي. والضو والماء راه ما كيتلاقاوش. انا عياشي وانت يا خائن راه ما غنتلاقاوش. لذلك خويا اللايف ديالي قبل ما نولي معاك داك الوجه اللي كتهضروا به نتوما في اللايفات ديالكم، راني نطردق يما هاد اللايف وتبلوكا ما عنديش مشكل. اه كمال هذاك اخاي اللي كيقول هيداك هو اللي ما عندوش هويه، ما لاقيش الهويه بنفسه، باقي كيدور. هذاك هو اللي باقي كيعرف ما عارفش راسو فين غيحط راسو، واش هنا ولا هنا، فهمتي؟ اما حنا ولله الحمد عارفين راسنا مغاربه. ورجع للسطر سالينا، عطيو الكلمة للإخوان، مابقاوش نحمروا راسنا بهاد تكلمي يا أختي سارة، تكلمي سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، الله ينورك. أول حاجة خيار تكسير ليه بالضبط، عطيتيه أكثر من قيمته، عطيتيه أكثر من قيمته. من الأول قلنا لك هبطو من طريقة الهضرة ديالو. تاني حاجة ما كيمد حتى شي صلة للريافة، لأن الريافة الحرارة واخا كيكون مشاكل هنا في البلاد ما كيرضاوش يعاودوها حدا البراني، وهداك لا علاقة كما قالت الأخت راه غير محسوب، ما عندوش أصلا هو الهوية ديالو. كي مور صادقة صح لو كان هداك باين شكون هو. المهم ما عليناش، ما عليناش صافي بدلو. ماشي موضوع هذاك، ماشي موضوع اختي. قول المداخله ديالكم اخوتي، ولا هذا نطلعوا نشوفوا شي جزائري اللي غادي يجي يدافع هنا على بلادو ولا شنو غايقول. لا لا كون هاني شي جزائري ما غايطلعش يدافع، ما غايطلعش يدافع على بلادو. الجزائري داير بحال كارت ميموار ديال 1 جيجا، حافظ غير 25 كلمة، تطبيع كتبوسو اليدين كديرو الصف، بناتكم في الإمارات نتوما هادو شي التدخل ديال الجزائريين. كيقولو شي جملة فايتة قولوها لي، ممكن أنا مشتاش. ولا قال لك هل سينقص من نهر الفرات حنا عندنا الغاز إن خاضت فيه بعض الكلاب. السلام عليكم. وعليكم السلام. بلوغين عليكم السلام. السلام. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالجميع. مرحبا. شكرا بارك الله فيكم. بغيت نسال غير المغاربه، جيراننا المغاربه، واحد السؤال. يعني نسمع قبيل كنت معكم في اللايف، نسمع لي طلع الجزائر ما عندهاش تاريخ، الجزائر ما عندهاش تاريخ. بغيت نسالكم سؤال يعني نفرض جدلا، الجزائر ما عندهاش تاريخ، يعني شنو النتيجه اللي حابين توصلوا لها؟ الجزائر ما عندهاش. غادي اسايركم في الطرح وفي النقاش. الجزائر ما عندهاش تاريخ، اذا ماذا يترتب على هذا الطرح؟ واخا هانا نقول لك علاش. انا كنتكلم هنا ملي كتولي تقول الجزائر ما عندهاش تاريخ، قال ذاك الاكاديمي محمد ارغون، الجزائر بمشتى الهويه تريد الاستيلاء على تاريخ الدول كسول المستعمر الفرنسي على الشقق والاراضي في الجزائر. تعرفنا ما عندهاش تاريخ خلاص. ما علاقه الجزائر تولي على تاريخ؟ النهاية ونبينوا تاريخنا، ونبينوا تاريخ الدول اللي كتسول عليهم. إذا يعني الجزائر ما عندهاش تاريخ، المغرب ماذا شوف سوف يستفيد؟ المغرب ماذا سيستفيد؟ لا يهمنا. وشنو غات ودابا ودابا الجزائر. دابا حنا هنا ملي كنتكلموا راه ما كنتكلمش معاك غير انت جزائري، راني كنتكلم على الشعوب، مع الشعوب العالميه، راه معنا فلسطينيين سوريين. أيوه. يعرفوا بان الجزائر راه ماشي دوله عندها شي سياده ولا عندها شي تاريخ ولا شي حاجه. يعني هادشي فين يضرك ما دام انت عارف ما عندكش تاريخ، علاش كتغانن؟ ما عندهمش تاريخ لحد الساعه، مازال كتحكم فيهم فرنسا ايام الاحتلال، مازال لحد الساعه وراهني عليه. لا انا استغربت من السؤال اللي طرح الاخ الجزائري، وماذا سوف ينتج على هذا الكلام؟
عرفتي السؤال ديالك غريب شيئا ما، عرفتي علاش؟ لانك كتقول ماذا تستفيدون. لا تختي عصاره واحد دقيقه، قلتي ماذا تستفيد اذا كانت الجزائر ليس لها تاريخ؟ سؤالك غريب لانك هنا تفضلي على غريب دائما ما عندكمش تاريخ، ما عندكمش تاريخ. بغيت نعرف، بغيت نعرف يعني انا سيرتك كيف الطرح، وقلت لك غادي نفرض معك جدلا ان الجزائر عندها تاريخ. ماذا سوف تستفيدين كمغربيه؟ سؤالك فيه اعتراف بان الجزائر ليس لها تاريخ، والسؤال طرحتيه ماذا تستفيدون من هذا؟ راه انت السؤال ديالك كان اعتراف بان الجزائر ليس لها تاريخ. أيوه. سؤالك اذا انت كتعترف بان الجزائر ليس لها تاريخ. قلت لك نفرض جدلا. لا هو السؤال واجب. قلت لك نفرض جدلا الجزائر عندها تاريخ عظيم. ايوا حنا وحنا داك جدلا كنتي مشيتي حقيقة. شوف شوف احنا داك جدلا اي بصح انا قلت لك افرض انها ما عندهاش تاريخ، ماذا تستفيد؟ انا قولي شتستفيدون. وراه اصلا ما عندهاش تاريخ، اصلا ما عندكش تاريخ. واش عندك شي تاريخ؟ واش عندك شي تاريخ؟ ما عنديش تاريخ. اذا شاوف خلاص انت شاوف تستفيد، انت انت كمغربي شتستفيد. صافي من بعد من بعد ما الاستفاده ما عندكش هو اللي كنعرفوا بالشعوب، كنعرفوا بالشعوب هذا التاريخ كنتكلموا عليه ياك كامل، كنعرفوا غير بالشعوب. تما المهم التاريخ في العالم ايه، تما بغيت تعرفي العالم بالجزائر ما عندهاش تاريخ، هذه مهمتك. حنا كنتكلموا كنتناقشوا في لايف، هاد اللايفات وكاع ورا العالم، ورا العالم لحيتها سيان ورا حتى الدوار عارفين باللي الجزائر ما عندهاش تاريخ بمن فيهم فرنسا. ما عندكمش ولكن حنا كنعرفوا. الاخت ساره ما كتسمعناش، كتفوت معنا في المداخله كامل. عندها كونيكسيون ضعيفه وقيل. كتفوت معنا. الانسان يتكلم احد الاسئله. الى ماذا اريد ان اصل؟ راني نقول الجزائر ما عندهاش تاريخ، الى ماذا اريد ان اصل؟ شيء النتيجه تاع هذا الكلام لكم بغينا. قلت لك انا نقول الجزائر ما عندهاش تاريخ، شنو غادي تستفاد انت كمغربي؟ ماذا سوف تستفيد؟ السؤال اللي تطرحه اخي الجزائري لم يكن على لسان مغربي، لا مني ولا من الاخ كمال، كان على لسان جزائري. جاء واحد الاخ مغربي وطلق تسجيل الجزائري اللي كيقول هذا الكلام، وحنا كنناقشوه فقط. كان عليك تسول داك الجزائري وتقول له الى ما الى اين تريد الوصول، ماشي لينا حنا، حنا غير كنناقشوا، هذا مجرد نقاش. لا اختي نقاش، كنناقشوا الكلام ديال واحد اللي كان في دواليب الدوله وقال هذا الكلام. اسمعي اختي، الاخت انا نقول لك اختي معليش، سمعتي راكم راكم جوارينا وكاع الكلام اللي يقولها يقولها غير المغاربه، يعني ما سمحش عربي يقول الجزائر ما عندهاش تاريخ. الكلام هذا اللي جاي ما عندكم بالجزائر ما عندهاش تاريخ، ما عندكمش تاريخ، كنتم مستعمره عثمانيه بعد مستعمره فرنسيه. ما بغيتش، بغيت نعرف انا يعني انا كجزائري بغيت نعرف يعني شنو هو الهدف نتاعكم، ما هو غرضكم، ماذا سوف تستفيدون اذا يعني ادركتم وتيقنتم ان الجزائر ليس لها تاريخ؟ هذا فقط سؤال. انا نقول لك واحد، انا غنقول لك واحد الجواب على حسابي انا كمغربي. واحد الشهاده ديال الرزوزي تفضل، ولا شهاده النحل راسيه وجبتي شي عود وبديتي تخور فيها، شنو كيوقع؟ جاوبني اللي يعوك هكاك، وهو اللي وقع لكم انتوما الجزائر. جبتوا عود وبقيتوا تنبشوا في الامبراطوريه المغربيه، خرج لكم الشعب المغربي بدا يليعك. دابا كل دق واسكت، عالمك الله وعسى قلنا الملك ديالنا واللي تجمعوا في الخليه ديالكم ورصوا معيت النهار اللي مديتوا يديكم على داك الشهده ديك الخليه ديال النحل المغربي، ولا بدا يفضحكم وحنا سالينا. دابا انا ما كنهضرش غير على التاريخ، كنهضر حتى على النظام ديالكم، الناس اللي كيقتل. ومني كتجي كتقول لي انا مع النظام، كنقول لك ما كنهضرش معاك، كنهضر مع الجزائري الحر. الجزائري الحر فين هو؟ راه كيسمع ويكتب. لا تاريخ، لا ديمقراطيه، لا رؤساء شرعيين، لا شعب ذكي، لا حتى شي حاجه. هادشي خصنا نقولوه للناس، بما انك نبشيني خصك تقد بيا. هذا كلامك انت، يا هذا كلامك انت. وقل عاش الملك. ايه هذا كلامك انت يلزمك انت، وقول عاشك. قول عاش الملك. شوف بلا ما يقول عاش الملك يقولها تحيه للقبائل. خلينا اختصار. قول عاش انت، قول عاش الملك. قول عاش الملك بتعيشه. اي والله بطل تحت الملك راه عايش بلا بك، ما تبقاش ما تبقاش غير بطل اللايف ديالك وقول عاش رئيسك ولا عاش اللي ما كتعرفوش ما نعرفش. لا لا لتصحيح المعلومة خي كمال، لتصحيح المعلومة هما ما كيقولوش عاش تبون، كيقول تحية تبون بالمؤنث، تحية تبون وتحية شنقريحة بالمؤنث كيقولوها.
انت يا سليبك مقطع وتحكي على تبون اللي سليبك ايوا واحد منهم ايوا واحد طلع ايوا شتي ايوا هو منه ولا قاعد تطيح هو من بوصبع هو بوصبع المدرب يحكي بالعقل ويحكي بالادب واش بيكم هو بوصبع المدرب والله اخوتي والله اخوتي ما انا اللي قلتها هما اللي كيقولوا تحيه تبون وتحيه القريحه والله العظيم جاء على لساني مخي نور الدين قال لك انا كنقولوا الجزائر ما عندها الشاريخ وطلع يناقشني قول عاش الشبو قول عاش الملك قال لك ما نقولش عاش الملك ايوا هبط عليا لتحت حتى لا تاريخ لا هويه لا ثقافه لا حضاره وجيت تصدعني حتى بعدا راه فيك شويه ديال النفس اعترفتي بلساني كبلا عصا اما واحد اخر راه كنبقى نقولوا فيهم باش يعترفوا وما كيعترفوش نعم الاخت وجدان سيهام حبيت نقول لك حاجه واحده برك يرحم بوك تفضل. ايه عندي حساب عليك لخاطر شحكيتي مع سليمان هدايا ايه وقال لك احنا نديرو في الخضار وكاء وتيقلتي له لا لا يا اخي احنا يا بالبطاطا تاع واد سوف رانا نشرو في السلاح تاع روسيا السلام عليكم اعتذر اعتذر اختي وجدان استسمح ربي يحفظك السلام عليكم السلام ورحمه الله وعليكم السلام سيدي خوكم سي كمال كي داير اخويا تحياتي اخويا بدر الله ينورك اخويا من مراكش خوكم من مراكش مرحبا واش الصوت كيوصل ضعيف ولا كيفاش ما فهمتش انا هذا اللايف مالو ولا اخرى تيضرب لك اللايف كبسه اخوتي كبسه الله يحفظكم كبسه كنشوف بحال اللي الهضره كتوصل تيضرب لك راه تيضربوا لك الله اخويا راه اولا بعدا يري يشوفوني انا اولا غادي يضربوا الله بعدا اولا وهضر غير ونسى تفضل اخويا بدر يعني راه راه داكشي اللي كاين داكشي اللي خاصني نهضر شو اخويا نقول لك هذاك الشعب اخويا راه رفع القلم عليه بعدا ما باقيش تحاول تقول لي سميتو هذاك وهذا اللي قال لك علاش اشنو يستافد المغرب فاش يقول لك ما عندها دوله حنا التاريخ هذاك ما تنزوروش التاريخ وزيدون ماشي حنا تنقولها المستشرقين هما اللي تيقولوها فرنسا وانجليز وكل شيء تيقول ان الجزائر دوله وقفه على الكذوب عندها لي مونسونج بعدا هي باش عايشين الا ما كذبتش راه ما تعيش ما عندهاش تاريخ تتكذب باش دير راسها واحد الهويه وهذا الشيء اللي ما بيعرفوش هما وهذا الشيء هذه 10 سنين هذو ولا 15 عام هما تيدخلوا لهم انهم دوله ذات سياده هما ما عندهمش وخاصهم يعرفوا يجي صحه يفرض عليك الافكار ديالو وفاش تغلبوا وتدخلوا للزاويه تيبرك عليك بالعرض عندك بناتك عندك اختك عندك ما عنده ما يقول باش يدافع بغير هذيك نعم وفاش تقول لي وتعطيه انت الحقائق على ديال الظاهره فين كاين في الجزائر ما تيتقبلهاش يقول لك تكذب وتدير هكا وتدير هكا وحنا ما تنحتاجوهمش عطيونا غير الدفاع ما محتاجينهم راه يتفرقوا علينا ما باقيش يجبدوهم هما اللي جبدونا هما اللي خرجوا العفارت كنا ناعسين بخير وعلى خير وخرجونا من الجحور ديالنا خاصنا ندافعوا على الوطن ديالنا راه ما يمكنش نسمع انا واحد الاخت ديالتي ولا امي ولا بنتي وش حاجه تتسب ونسكت ويجي واحد اخر مغربي يقول لك لا حنا خوا ما كاين لا خوا ولا تستحمص كل واحد يشد تقارو حنا بخير وعلى خير الحمد لله مع ملكنا الله يخليني الله يخليني الله يشافيه وبخير وعلى خير الحمد لله انا دروك شوفات غير تصيحوني مسخيت الواليد انا تصيحوني مشي 6 ولا 7 وعطوني تيك توك عطاني انذار شحال مره وحبسوني سيمانه ولكن كنعطي الباب لدار الدباغ ان كرغول يجي لدار الدباغ نعطيو تيولي ضروري طب نكرشو تبارك الله عليك يلا تفضل انا نقول لك شو وقت يقول لك الله يرحم والدين بدي نشوف انا بابي دخلي راسي قال لك احنا ما خرين لهم جبل الطبقل وقع يبان لك غادي نديروا نجروا داك جبل الطبقل كي غادي نديروا له السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام شوف عليكم السلام سيام اختي كامل خويا بخير في امان الله الله يحفظك اخي الله ينورك خويا العزيز تحيه شوف اخي البهجه هادو دابا راه بداو تيطلعوا نعم اسيدي هادو راهم بداو تيطلعوا دليل على الانهزام
دابا ملي كيطلع عندك شي واحد وتيبدا يقول لك انا ما عنديش تاريخ، شنو كتستافد انت؟ كيوصل معاك زعما لذاك الحد ديال صافي مساكن سالات الحفله ديالهم. هادشي اللي غنبقاو نسمعوهم دابا الفوق. نعم. دابا نشوف هاد العراقي، نشوف هاد العراقي. شوف انا غادي ننزل انا، غادي ننزل انا. كيف حالك الاخ؟ نعم تفضل اخويا. السلام عليكم. نعم الاخ العراقي تفضل. وعليكم السلام. عليكم السلام. الله يحفظك الاخ العراقي. الحمد لله. اهلا وسهلا. الله يحفظك. المهم نعطي فقط وجهه نظري كعراقي وكعربي فيما يخص قضيه الصحراء. آه. بالنسبه فيما يخص ماذا؟ قضيه الصحراء، الصحراء المغربيه. فبالنسبة بالنسبة لنا كعراقيين احنا مع الوحدة الترابية للمغرب ولأي دولة عربية بغض النظر عن اختلافنا مع النظام السياسي بأي شكل من الأشكال. إذا أنا درت في التيك توك وسمعت المناقشات الأخوة الجزائريين حول قضية الصحراء، وطبعا النقاط اللي كيثروها كلها نقاط يمكن الرد عليها بسهولة. يعني تكلموا عن حق تقرير الشعوب في تقرير المصير، انه الجزائر عندها واحد المبدا ثابت في دعم الشعوب في تقرير المصير. فسالناهم اذا كان هذا المبدا ثابت عندكم، لماذا لا تقومون بدعم الشعب العربي في داخل ايران؟ يوجد في الاحواز 7 ملايين عربي محتلين، كان عندهم دوله، كان يراسها الشيخ خزعل، منطقة فيها البترول، واحتلها شاه إيران السابق وضمها إلى إيران. ممنوعين من التكلم بلغتهم، ممنوعين من لباسهم. لماذا لا تدعمون هذا حق هذا الشعب العربي في داخل إيران لتقرير المصير؟ فما عندهمش جواب. طبعا أكثر الأسئلة اللي توجه لهم ما عندهمش جواب. أيضا قلنا لهم هنالك شعوب أخرى، روسيا حليفة ديالكم، محتل الشيشان وداغستان وكثير من الدول الإسلامية في القوقاز، لماذا لا تدعمون حق هذه الشعوب في تقرير مصيرها؟ أيضا ما عندهمش جواب. إذن قضية حق الشعوب في تقرير المصير اللي يثيرها أخواننا الجزائريين والنظام الجزائري هي كلمة حق يرادوا بها باطل، هذه أولا. ثانيا إن الشعب، إن الأخوة المغاربة الصحراويين في الأقاليم الجنوبية للمغرب هم جزء لا يتجزأ من المجتمع المغربي، هم ليسوا شعب آخر، بدليل أنهم من خلال التاريخ من نشوف أنه هذه القبائل اللي في الصحراء هي أصلا جزء من المجتمع المغربي. في المغرب تجد أخواننا الصحراوة كاينين في الشمال، كاينين في الوسط، كاينين في الجنوب، كاينين في القضاء، كاينين في وزارة الداخلية، في وزارة الخارجية، في الحكومة المغربية، في البرلمان المغربي. فإذا هم جزء من المجتمع، هم ليسوا شعب آخر أبدا، لم يكونوا يوما شعبا آخر ولن يكونوا شعبا آخر، هم جزء من الشعب المغربي قاطبة. إذا هذه القضية أيضا مردود عليها. نرجع الموضوع الآخر اللي كيثروا الأخوة، إذا لماذا تطبعون مع إسرائيل؟ المغرب طبع مع إسرائيل ولذلك احنا كذا. الموضوع أيضا بسيط، إنه حتى قبل ما طبع المغرب مع إسرائيل كانت هذه العصابة البوليساريو مدعومة من قبل النظام الجزائري، مدعومة بحوالي لحد الآن 395 مليار دولار من أموال الشعب الجزائري. نرجع على قضية أول من طبع مع إسرائيل كما تعرفون هي جمهورية مصر العربية أنور السادات، والآن رئيس النظام الجزائري هو أقرب ما يكون إلى رئيس النظام المصري، وهو أقرب ما يكون. هنالك أيضا نقطة أخرى، من قتل أكثر من المسلمين والعرب؟ هل هي إسرائيل أم فرنسا؟ فجوابهم فرنسا قتلت 1.5 مليون شهيد وجربت الأسلحة النووية على الثوار واستخدمتهم كجرذان للتجارب النووية. فإذا يعني لماذا طبعتم مع فرنسا ولا تطبعون مع إسرائيل والتي فرنسا قتلت من المسلمين والعرب أكثر؟ بخلاصة أيها الأخوة الأعزاء، قضية الأخرى يثورها قضية السبتة ومليليا وبقية الأراضي المغربية المحتلة من إسبانيا، هذه قضية المغرب هو قادر عليها وقادر متى يسترجع أراضيه، وعارف متى
يستفجعها. إذن باش نلخص الموضوع باختصار، احنا كدول عربية وشعوب عربية ضد اي انفصال لاي جزء او تقسيم اي جزء من الوطن العربي، سواء كان في المغرب، في الجزائر، في العراق، في اي مكان. نحن مع الوحدة الترابية للمغرب، واتحدى اخواننا الجزائريين ان يجيبوا مواطن عربي واحد يقول انا مع تقسيم المغرب او مع الجبهة الانفصالية. طبعا بالمناسبة هذه الجبهة ايضا في طريقها الى الزوال، لأنه الآن تأكد لهم أنه هذا النظام الجزائري لم يحقق لهم أي شيء على أرض الواقع، في العكس هم من خسارة إلى خسارة، من خسارة إلى خسارة أكبر خلال هذه 47 عام. فلقد مثلا اعترفت 40 دولة ووضعت قنصليات في الأقاليم الجنوبية المغرب، أيضا ليس هنالك أي تمثيل في جامعة الدول العربية، قاموا بإزالة الخريطة المفتعلة، اعتذروا للمغرب. إذن كل الدلائل تشير أن هذه الجبهة في مؤتمرها المقبل في عام 1900 في شهر يونيو 1923 ستنقسم إلى قسم يرجعون إلى أرض الوطن، وقسم سيعلنون انفصالهم في تندوف، وعند ذلك تنتهي هذه القضية. هذا السبع ما يكفي ناكل طاسوت 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 نور نوروانا نور. المهم انا انتهيت من هاي المدام خلاص الجو سمعني نور وانا طاسوت بطه صاحبي لا بطه خويا تحت تهضر في التليفون ولا هضر مع من كتهضر قال ما سمعتيش تهضر اخي العراقي هادشي اللي قلتي كان هو الجواب على داك السيد اللي قالك شنو كتستافدوا شنو كتستافدوا ملي كتقولوا الجزائر ما عندهاش تاريخ وملي كتضربوا. هذا هو الاستفاده ديالنا، ان الشعوب العربيه كانت غافله على هذا الشيء. هذا حنا كنوريهم، انت جاوبتيه بكل بساطه، رديتي عليه بلا ما نردوا عليه حنا. هذا هو الاستفاده. الا كان مازال كيسمع لتحت انت شتي الاستفاده الكرغولي، ان الشعوب العربيه ولات كتعرفكم على حقيقتكم، ولات كتعرف شنو واقع مع ملي كنتوا غامقين عليهم وغامقين بزاف. دابا ولاو تيعرفوكم، ها هما تيجاوبوكم الاخوه العرب كلهم الحمد لله راهم تيجاوبوكم ولاو تيعرفوا. هذا هو الاستفاده الكبيره اللي كنستافدوا حنايا. وواحد القضيه واحده اخرى باش نكملت انا باش ننزل، رانا في الطريق وقفت باش نسميتو. حنا المغاربه ملي يطلع شي كرغولي ويبغي يتحاور معنا حنا راه فايتينكم بواحد 50 ولا 60 عام. اي باش تفهموا واحد القضيه، الحسن الثاني الله يرحمه، هذا الشيء دابا اللي كيطبعوا مع اسرائيل هاد العرب واللي كيمشيو وكيديروه وكيديروها بسميتو، قال لهم هذه 50 عام، قال لهم تعايشوا مع داك الدوله ما حدها ضعيفه، راه واحد الوقت نتوما غتبداو تسعاو من عندها. وفعلا هما العرب كلهم والمسلمين، حنا ملي تنهضروا راه تنهضروا عندنا 50 عام، كنشوفوا ال 50 عام القدام و 60 عام. نتوما مساكن هادو الكراغيله ما يفهموش لهذا الشيء وما غيعرفوش، ما كيخططوش حتى لغدا شنو بغاو يديروا ما يعرفوش. والمهم خاي كمال هادشي اللي بغيت نقول، وتبارك الله عليكم. تحياتي لك خويا احميش. الجزائري تكلم. وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا حبيت نجاوب الاخ العراقي اللي داير العراقي عزيز، مع اني اشك انه عراقي ولن يكون عراقيا. عراقي وابن عراقي. لا لا احكي لك بالعراقي، ما حتفهم اي شيء اذا احكي لك بالعراقي. تكلمت لك باللهجه المغاربيه. ما في مشكل، ما في مشكل، احنا نعرف العراقيين وانت لن تكون عراقي. حتى ولو كنت تقطن في العراق فلن تكون عراقي. اسلم عليك وعلى فصيلتك عراقي. لا اظن ذلك، لا اظن ذلك. لا المهم تكلم معه، جاوبوا على الاسئله ديالو، جاوبوا على الكلام اللي قال. ما عنده حتى دليل، مجرد هرطاقات لا اكثر ولا اقل. هرطاقات وقلنا الصحيح. انا اقول لك الصحيح، من المفروض هذا العراقي يتساءل كم دفع المغرب للدول التي تبني قنصليات في المناطق المحتله للصحراء الغربيه، كم دفع؟ واخا انا نقول لك واحد المساله، واخا انا نجاوبك عليها. تفضل تفضل. بعد ما تم الاستبدال ديال رئيس الاتحاد الافريقي السابق وطلع الرئيس ديال الاتحاد الافريقي الجديد النيجيري نانكول اديوي،
وبعد انضمام عضوية المغرب إلى الاتحاد الإفريقي من بعد ما كان المقعد ديالو شاغر. الرئيس الجديد نانكول أديوي قال لا وجود لجمهورية تدعى البوليزاريو، وحتى أنه قام ورفع دعوة على النظام الجزائري واتهمه بأنه قدم رشاوي غليظة للإدارة الإفريقية. والأموال اللي كتدفع 2022 في شهر 7 أوكي. الأموال اللي كتدفع على ود الصحراء المغربية، ماشي المغرب اللي كيدفع، الخطاب الملك قال وإن المنظور الذي سيرى به المغرب الدول الأصدقاء والحليفة هو عن منظور الصحراء المغربية، لذلك بريطانيا ما محتاجاش الأموال ديال المغرب ولا الأموال الجزائر باش تجي دير صفقات في الصحراء المغربية. موريتانيا ما محتاجاش باش دير خصها أموال باش دير صفقات في مدينة الداخلة المغربية، لذلك هاد الدول كيديروا صفقات مع المغرب بدون أموال. لكن الجزائر ما السبب اللي عطات للرئيس قيس سعيد 800 مليون دولار في 5 جويلي؟ وما السبب اللي عطاتو 200 مليون دولار باش هذا باعتراف الرئيس الجزائري؟ هذا الشيء راه باعتراف الرئيس الجزائري. الرئيس الجزائري قال سلمنا، الرئيس الجزائري قال احنا كنساعدوا تونس وكنقدمنا لابو مازن 100 مليون دولار وقدمنا نقطة. الحوار يكون اخذ وعطاء. احنا نساعدوا تونس بالامس واليوم وغدا، هذه مفروغ منها لانهم اخواننا وجيراننا وساعدونا ابان الحرب الفرنسية على الجزائر في الاستعمار. ما ساعدكمش المغرب؟ ثانيا ما ساعدناش، كذب عليك. التاريخ صحيح لو تقرا التاريخ صحيح. لا عرفتي شكون اللي ساعداتهم؟ عرفتي شكون اللي ساعداتهم؟ ساعداتهم قطر، راه اعترفوا بها في القمه العربي. بلاتي غنكمل انت، بصح انت كتهضر، غير نقول واحد الكلمه لاخي كمال. نهضر مع كمال، انا كنهضر مع خويا كمال، خليني نقول له نوصل له المعلومه. انا ثاني راني نهضر مع كمال ومن قلب الادب قاطع الحوار، على الاقل طلب انك قاطع لك. دولة قطر هي من ساعدت الجزائر في القمة العربية، قال الرئيس ديالو. خليني نكمل. لا المعلومة، حيت المغرب ما ساعدكمش، ساعدتكم غير قطر. ما ساعدناش، نعرفوا التاريخ احنا مليح. لا كبعيد تعرفوا، تيكون عندكم تاريخ هذا تعرفوا. منذ الرضاعة يعرف تاريخه مليح، وساعطيك معلومة كريمة انتية، ساعطيك معلومة تبعيني مليح. والله العلي العظيم ثلاث، والله لا لكم غالطين ومغلطين معكم الشعب المغربي فقط. واخويا انا نقول لك واحد القضيه، اسمع كلها تعرف تاريخ الجزائر اسمع لك غير صبر يا سيهم. شنو هادي؟ كتقرب المقلوبة كاملة. شنو هادي؟ واخا انا نقرا لك. ايها الشعب الجزائري، هذه الجمهورية الجزائرية، جبهة التحرير الوطني الجزائري، مكتوبة فوق الجمهورية الجزائرية في الجهة اليمين، وقبلتها جبهة التحرير الوطني الجزائري. كتقول: ايها الشعب المغربي، ايها الاشقاء، لقد رفع إخوانكم السلاح في الجزائر يوم فاتح نوفمبر 1954، أي منذ 7 سنوات كاملة يتحرروا من التير الاستعماري، وقد كان الكفاح وقتئذ. اسمعني خليني نقرأ لك. كمل. وقد كان الكفاح وقتئذ سائرا في مدنكم وجبالكم وقراكم، وهذا توثق اتحاد شعبنا في النضال بعدما جمعتنا طويلا محنة احتلال أجنبي واحد. ولهذا يمكن يوم 20 أغسطس سنة 1955، يوم ذكرى الاعتداء الأثيم على عرش الأسرة العلوية وعلى صاحب جلالة الملك الراحل محمد الخامس طيب الله تراه، سوى حافزا جديدا لاشتداد المعارك هنا وهناك. يعني كان حافز باش نطو نتوما كتقاوموا. وكيتكلم هنايا على الكلام اللي قال الملك محمد الخامس في مجلس الامم المتحده، وكيطالب الامم المتحده باللغه العربيه باش غادي تستقل الجزائر. اسمع، وشهدنا مدن وشهدنا مدينة سكسيدا الذين سقطوا صرع رصاص العدو المشترك، إنما ضحوا بأرواحهم مطمئنين مساعا لوحدة المغرب العربي وقوتها. هما الشهداء ديالنا ولو كيطيحوا عندكم في الأراضي ديالكم. وإذا كان المغرب قد انتزع استقلاله
اللي كتهمونا باننا ما عندناش استقلال وحق فرنسا وكذا، ها هما، فان الحرب لا زالت مستمره في الجزائر. وفي هذا اليوم، يوم ذكرى ديلع ثورتنا المباركه، فانه لا يغامرنا شك ايها الاشقاء بانكم ستبادرون لانتهاز هذه الفرصه لتعربوا عما فيما تجش به قلوبكم المؤمنه من تضامن وتأييد نحو إخوانكم في العقيدة والوطن المجاهدين في سبيل كرامتهم وخلاصهم تحت قيادة جبهة التحرير الجزائرية وجيشها المدفر. عاش المغرب، عاشت الجزائر، عاش المغرب العربي الموحد. هذا نداء الصيغة من بعد ما جاء ومشى استجب للملك المغربي وسرد الشعب المغربي، وهذا خير دليل فاش كنقول لكم ساعدناكم كتقولوا ما جاش الجيش، ما جا الشعب المغربي. كذلك كذلك جبد له الفيديو ديال محمد الخامس من الامم المتحده. لا 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 مرتي مغالطات وقلتي المغرب ما عمره ما عاونكم. لا 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 اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي لا 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 اسمح لي احنا عندنا الادله، انت غير كتضغي فمك، احنا كنجبدوا لك الادله. كاين فيديو محمد الخامس الله يرحمه من الامم المتحده يناشد باستقلال الجزائر. نتوما دابا كتهضر فمك وكتقول حنا ما عاوناكمش ما ساعدناكمش، فهمتي؟ النظام المغربي لم يساعد، لم يساعد النظام المغربي. محمد الخامس منين جا؟ من من المريخ. منين جا؟ من المريخ. من المريخ. يا الاخت الكريمه، يا الاخت الكريمه، الحركه الوطنيه المغربيه ما عاونتكمش في المقاومه الجزائريه. جبدي ليه الكوبونات، الكوبونات اللي كان الشعب المغربي. جبدوا غير الفيديو، جبدوا غير الفيديو اخي كامل. دقيقه اصبر، دقيقه لي فيديو كان الفيديو. اجبد كاين الفيديو، كاين الفيديو. تاريخ شتي حنا التاريخ المغربي والله العلي العظيم مكتوب بقلم من ذهب وما تقدروش تمسحوا فيه حتى حرف، حرف ما تقدروش تمسحوا من التاريخ المغربي، فهمتي؟ وانتم نكارين الخير، انتم ما فيكم خير ونكارين الخير. منين نكرتوا خير المغرب عليكم فتقرير المصير ديالكم، وانا غنقول لك زعما برافو عليكم. جيدا نعرفوكم مليح. لا حنا كنعرفوكم شعب غدار، حنا كنعرفوكم شعب غدار، عرفناكم شعب غدار، عارفينكم، عارفينكم وفاهمينكم، عارفينكم العربيه الاخرى تعرفوا. وانت واحد من هذوك الناس، انت واحد منهم اللي كتاكد هذا الغدر، انت واحد منهم اللي كتطلع في هذه المناظر وكتقول. اسمع 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 سيدك، اسمع اسمع، خليني نهضر. لا اسمع اسمع، سد الميكرو، سد الميكرو، سد الميكرو. غاسمع غاسمع غاسمع، حنا عندنا نسدك الميكرو ما تخاف. أنا نحترم His Majesty to address the 12th Assembly of the United Nations. هو غيتكلم. أهداف الأمم المتحدة. سعادة الرئيس، يطيب لنا أن نعبر لسعادتكم عن الأثر البليغ الذي تركته في نفسنا العبارات الرقيقة التي وجهتموها إلينا. هذا ارتباطنا وارتياحنا لهذه الفرصة التي أتيحت لإلقاء هذه الكلمات في جمعيتكم الموقرة. ويطيب لنا كذلك أن نعرب لسعادة الأمين العام بالإصالة عن نفسنا وباسم الشعب المغربي عن إكبارنا وتقديرنا لما له من بلاء جميل حرز الساعة التي عاش العالم خلالنا. حضرات الأعضاء المحترمين، لا ريب أن جميع الوافدين الذين استقبلتهم جمعيتكم أحسوا بمثل ما نحس به من شعور، إلا أننا إلى جانب ذلك يخامرنا سرور عميق، لأن زيارتنا هذه كانت أمنية غالية طالما تطلع شعبنا إلى تحقيقها، وها هي دي والحمد لله حقيقة واقعة. إننا نحمل إلى جميع الأمم التي تمثلونها في
في هذه الجمعية الموقرة تحيات ودية من شعب حظي أخيرا بالانضمام إلى حظيرتكم، وإن هذه الوفادة التي قطعنا على نفسنا منذ عهد بعيد القيام بها لا تهدف إلا إلى تجديد الإعراب عن تمسك بلادنا بمنظمة الأمم وبالمبادئ التي ينادي بها ميثاقكم. لقد كان شعبنا يعقد جميع آماله منذ نشوء جمعيتكم بكل كلمة سارة أو توصية أو قرار من الأمم المتحدة تصدره بشأن مصيره، وهذا تضامن وثيق. هذه المنظمة جعلت مقصدها الأسمى ومثلها الأعلى في تحقيق التعاون والتفاهم بين الأمم كبيرها وصغيرها وتمكين التعاطف والإيخاء بين الشعوب. إن مبادئ العدل والحرية والمساواة التي هي أسس منظمتكم تتفق وما نعتبره رعيا لمعتقداتنا مبادئ مقدسة، ولذلك فإن الأغراض التي حددها الميثاق ليست غريبة عما نهتم به من شؤون وما نرمي إليه من غايات. ولما للمغرب من رغبة أكيدة في إقرار علائق سلمية مع سائر الدول، فقد آثر عن طواعية واختيار طريق المفاوضة لحل مشاكله، وهو يؤمن بأن هذه الطريق تضمن دون سواها حرية الإرادة للجميع، وبأنها أحسن وسيلة لتحقيق التآلف المنشود والتضامن المرموق. ولا طائل من وراء أي مجهود لا يعززه تآلف وتضامن بين الأمم. ولهذا أيضا كانت بلادنا ذات الحرص على أن يسود التفاهم والمساواة بين المتساكنين فيها، وإنما اكتسبت عدة أمم من تجربة في هذا المضمار لمن شأنه أن يوجه خطانا ويلهم دودنا. إننا نعيش في الحقيقة المحدودة، أصبح عسيرا على الإنسانية أن تظل شتيتا من الأجناس والمذاهب، وأن تستهدف مثلا عليا متنافرة غير متماسكة. وبرغبة بي سي ورغبة الولايات في المحافظة على استقلاله الكامل، فإنه قادر على غرار ما فعله رفقاؤه في هذه الجهة لبدء جزء صالح المجموع. بدأ الأمم المتحدة لا يمكن أن تبلغ شأواها إلا إذا أقمنا الحواجز في وجه الحروب، ولا يمكن أن يقوم بمجهود بنائي أو عمل إنشائي ما دام العالم مهددا بخراب تعقبه الكوارث والآلام. وقد كان الذعر والخوف حليفا لسكان المعمور يوم كانوا يعيشون تحت رحمة الطبيعة القاسية، وما زال الخوف والذعر جاثمين على قلب البشرية في هذا القرن العشرين بسبب انصراف الناس إلى التسلح وتسابقهم في هذا الميدان تسابقا يهدد البشرية بخطر لا يبقي ولا يظهر. وطبيعي أن يعتز الإنسان بما وصل إليه من رقي علمي، ولا شك أن الفوائد التي يمكن أن يجنيها من هذا الرقي ستكون أعظم عائدة إذا سخرت الجهود والأموال في وجوه السلم وتحسين حالة الإنسانية وتعميم الرفاهية والازدهار، وصرفت عن وجوه التخريب والدمار. وأملنا أن يعم السلم سائر البشر، وأن يشعر جميع سكان المعمور على السواء بالطمانينة والأمن، بيد أن مما يؤسف له أن هناك أقطار لا يسود فيها السلم والأمن،
ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جاراتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم، تسوية تتفق وميثاق الأمم المتحدة الذي يعترف للشعوب بتقرير مصيرها، وليس من العسير على العزائم الصالحة أن تضافر. بينما أنا غنقول غير واحد الكلمة وغادي نسكت، هادو الملوك ديالنا محمد الخامس رحمه الله والحسن الثاني كذلك كان في الأمم المتحدة ودافع هو على القضية الجزائرية وتحرير الجزائر من العدو الفرنسي، بينما اليوم كنشوفوا بأن في المحافل الدولية العالمية كنشوفوا بأن الجزائر كتحمل واحد الملف في المحفظة ديالها الدبلوماسية وكتحارب المغرب اللي واحد النهار اللي مد ليها اليد. وانا كنقول لك اخي الجزائري، ملي كتطلع وكتقول وكتضرب في المقاومة المغربية اللي كانت ند بند معاكم واقفه معاكم ضد العدو وكتقول عمرو ما ساعدوكم، فانا كنقول لا حول ولا قوه الا بالله. ها هو هو الاخر de la position de la France qui, d'une part, peut parrainer la démission à l'ONU de 11 pays encore sous sa tutelle au moment où commençait le conflit algérien, et qui, d'autre part, mène en Algérie la plus impitoyable des guerres de répression. Monsieur le Président, OK, hadid. حسن الثاني الله يرحمه راه كان حتى تهديد، راه ما غنتخلاوش قال لهم راه غادي تدخلوا لواحد المعارك اللي هي راه ما نعرف فين غتوصلكم. ايوا كتقول لي ماك ماشي النظام العراق كيف عاونهم في الامم المتحده وكيفاش صافط الاساتذه والكتوبه والكذا باش علمهم اللغه العربيه. على كل حال، على كل حال انا اختم بكلمه بجمله واحده، ان الجزائر شعبا ونظاما جبن من نكران الجميل. سير السلام، سير تسوري ماما كي كيديروا. صافي وجبتي له هذاك الشيء. ايوا تكلم الغريب، الغربي. تحياتي هذه. ايوا اش بان لك؟ شبابي سياسة معروفة. كاين شي نظام غير محمد سمع محمد الخامس وشي نظام غير حسن الثاني. نفس الطريقة. معليش خليني نهضر لك نفس الطريقه. شفت محمد السادس لما يقول اليد الممدوده، محمد الخامس هذا في هذا الخطاب تنطبق عليه مقوله ضربني وبكى وسبقني واشتكى. نعرفوا هذه الحيل هذا وصافي. والله يخليكم في اللي انتم فيه، والله يخليكم انتم اللي فيه، الله يخليكم. الحمد لله، اللهم امين، رانا غايه وما يخصناش حتى شيء. اللهم ازيدكم وانعمكم من الطوابير وانعمكم وازيدكم من الكبرانات، اللهم انعم عليكم منهم. أجي اللهم الطوابير، اللهم الطوابير ولا السرقة من الأسواق، اللهم الطوابير ولا السرقة من الأسواق. الغربي صبر اختي سهام، غير صبر. دابا انت بما انك قلتي السياسة ديال الملك في اليد الممدودة، خصك تعرف بان النظام اللي كيحكم الدول الديمقراطية كيكون نظام دبلوماسي سياسي، كاينه ولا ما كايناش؟ لا لذلك النظام اسمعني فوقاش كتبان الخطوره ديال الكلام السياسي، راه حتى ما كتوقع الاحداث عاد كتبان الخطوره ديال الكلام السياسي. مثلا نعطيك مثال، المغرب علاش كيتصرف مع فرنسا بعداوه ومع اسبانيا بعدوانيه ومع الجزائر بواحد حسن الحوار وواحد اليد الممدوده والجاره والاخوه في هذه النقطه؟ دقيقه. وقتاش بدا النظام الملكي كما راك تقول انت يتعامل مع فرنسا بقسوه؟ وقتاش هكاك؟ في الاواني الاخيره، ثلاث سنوات كاينه حرب بارده ما بين المغرب وما بين الجزائر. ثلاث سنوات. اوكي، راك نيشان عندك الحق. لما طلع النظام الجزائري كرازه فرنسا،
وكانت وكرازة فرنسا وزيرها هي اللي كانت الدعم في المغرب ضد الجزائر من تحملات التشويه ما بزاف صراحه. الله يعطيني وجهك كرازة المغرب ما قدرش يقبل المغرب. الله يعطيني وجهك كرازة المغرب ما قدرش يقبل المغرب فهمتيني. نقول لك حاجه نعطيك دليل ان الملك النيه تاعها ماشي صافيه. اسمع لي خويا انا نقول لك واحد حاجه العربي انا نقول لك واحد مساله باش تعرف باش قلت لك بان الدوله الديمقراطيه كيحكمها نظام سياسي دبلوماسي. تخيل بان حتى في الحوار بيني وبينك انا كمغربي وانت جزائري بفضل السياسه الحكيمه اذا تكلمتي معايا بعنصريه كيخلي لي النظام ديالي ان ونصدمك واذا تكلمتي معايا بحسن الخطاب واليد الممدوده اللي ما عرفتش يسيرها الرئيس ديالك غنتكلم معاك بحسن الخطاب. دابا انا هو واحد فيهم بغيتي نختار معاك باش نعطيك التفسير ديالو واش خطاب العنصريه ولا خطاب حسن الجوار. شوف كيما يقولوا بالمعنى عندنا انا كيما تطبل نرقص لك تحترمني نحترمك انا هو اللي كيما تطبل نرقص لك كيما بغيتي نقولها خويا ملي وانا بندير معاك تضرب لي الشرقين انا ثاني كيما تبغي كيما تبغي خويا راني معاك واخا غادي نتكلم معاك بخطاب الكراهيه ما غنتكلمش معاك بفصل الجوار بما انك غتمارس السياسه ديال الرئيس ديالك. معليش شوف قبل ما تتكلم ديجا قلت لك راه المغربي اذن انا غادي نقول لك جوج كلمات باش نبين لك بلي الملك محمد السادس ما عندهش نيه صادقه ومني كتصلي وانت تكن العادة اسمعني انت كمسلم وكتصلي وتعرف الله وكتكن العادة للمسلمين فين غادي تلقى ربي كتلقى الصلاة راه ماشي مقبولة راه في الدين لا. ابناتي والله تنقول له كلمة انا نقول له كلمة غنقولها وغنسكت اخي كمال راه في الدين الاسلامي اول حاجة اللي كاينة في الدين حسن المعاملة راه واخا تصلي صباح وعشيه انا كنقولها لك شتي الصلاه راه ماشي هي اللي كتمسح عليك الذنوب الصلاه هي تقرب من الله للاستغفار من اعمالك فقط اما في الحياه ديالك خاص تكون عندك حسن المعامله انت تكن الحقد للمسلمين وكتضرب فينا من اللي من اليسر ونكرتي علينا شحال من حاجه وفي الاخر تجي تقول لا راه ودي المغرب غنمشي نصلي انه نفاق يا اخي واسلوب التقيه انا كنكره هذا الاسلوب انا نقول واحد الحاجه علاش هبطتك علاش حيت قلتي غتصلي الملك قال بفمه نريدها جسورا ولا نريدها حدودا بغيتي تضرب تقول بان كان فيه النفاق. الدين الاسلامي اللي غتمشي دابا تصلي لله اللي غتصلي قبالته كيقول لك يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن مادام ما سمعتيش من كلام الملك شي كلام نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر سير تصلي ومنين تسالي اجي هنا عاوتاني عمر ذنوبك ما هنا لاش سي كمال واحد السؤال شنو هي العقيده ديال البوليساريو يحموا لك العقيده ديالهم شنو هي ما عندهمش دين هما اذا هما ماركسيين ملحدين هما فيهم مسيح فيهم يهود فيهم شيعة فيهم ديك الديانه البوليساريو هي عقيده ماركسيه يا اخي حالهم حال التحسبيه اسمع لو كان يقول لك مسلمين الله كيقول لك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر مادام انهم رفعوا السلاح في وجه اخواتهم المسلمين الموريطانيين وقتلوا فيهم ما نعرف شحال فهادو ليسوا بمسلمين ومادام هزوا السلاح بوكالة من طرف النظام الجزائري وضربوا في خوتهم المغاربة الدولة الإسلامية اللي كتحمي القطر ديال شمال إفريقيا من الديانة ديال الشيعة فهذا دليل على انهم ليسوا بمسلمين. نقول سؤال الجزائر النظام الجزائري يقول انه هو كيدعم الفلسطينيين لانه اسرائيل تقتل الفلسطينيين العرب صحيح نعم. الان البوليساريو لمن تقتل؟ ما تقتلش المغاربه المسلمين العرب. السلام عليكم بشار الاسد شكون كيقتل؟ ما كيقتلش السوريين المسلمين. النظام الجزائري ماشي كيدافع على بشار. اذا معناها احنا بحكم احنا القوه في المنطقه احنا بحكم القوه هذا النظام الجزائري. اذا هذا النظام انا حبيت نسالكم علاه مديرين العلاقات مع اذربيجان وهي دوله شيعيه المغرب جيت باقي كتقول راه المغربيين كيمشيو يجمعوا لا خلينا من هذاك الموضوع لا فهموني كتكتبها في التعاليق
العلاقه فين ما كندور في شي لايف كنلقاك كتكتب فيها. يا فهموني علاه دايرين العلاقات مع اذربيجان وهي الدوله الشيعيه وتقتل المسلمين ويسبوا الصحابه. اسمع تفضل تفضل اسمع. انا نتكلم على المغرب، المغرب ماشي العراقي. لا لا ماشي على العراقي، لا انتم عندكم مشكل واحد اخر. اسمع المغرب مدير واحده معلي العراقي دقيقه بس اسمع معليش معليش. انا حبيت يفهموني المغاربه، يقول لك ايران دوله شيعيه تسب الصحابه ومدايرين العلاقات مع اذربيجان والثاني اكبر دوله شيعيه في العالم. هذه علاقه دبلوماسيه لا سيهم لا سيهم لا لا غير صبر غير صبر غير صبر. السي فاتح، السي فاتح اذربيجان راها دوله مسلمه، راها دوله مسلمه شيعيه الشعب ديالها هم يسبوا الصحابة، يسبوا الصحابة كما كما تاع ولكن الاصل ديالها دولة اسلامية. الله سبحانه وتعالى ما عندكم، ما عندكمش انتم الجزائريين، لا انتم ما عندكمش علم، ما عندكمش علم، انتم متناقضين. لا لا متناقضين، لا انتم متناقضين. ايران دولة شيعية يسبوا الصحابة. دابا دابا اذربيجان دولة مسلمة، دابا اذربيجان دولة شيعية، دولة شيعية شيعية غير دولة شيعية يسبوا الصحابة، دولة مسلمة. وانتم راك دولة مسلمة شيعية، لا مثل ايران، مثل ايران يسبوا الصحابة. لو كانت لو كانت اذربيجان لو كانت اذربيجان دولة شيعية ترى ايران هي الاولى دعمتها، ما يدعموهاش الاطراف في الحرب ديالها ضد. ما عندكمش، ما عندكمش معلومات. واش بفمك سبحان الله ما عمرهم كيصوموا رمضان. أو دولة شيعية خلينا ما يصوم رمضان، دولة شيعية يسبوا الصحابة وراكم دايرين معهم العلاقات. كل خمسة مسلمين واحد شيعي. تتكلموا على إيران، راكم توما ظلوا تتكلموا على إيران دولة شيعية ويسبوا الصحابة ومنا والجزائر من العلاقات معهم. أسمع 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 أنت. فدولة إسلامية. قال الأرقام الرسمية 96.93% من السكان من المسلمين في أذربيجان. وهذا جزء لا يتجزا. لا لا وفاتح يقول لك لا 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 غيكذبك غيقول لك دوله شيعيه. لا 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 اسمع 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 نقول لك واحد القضيه. اسمع الموضوع ديال النقاش، اصبر غير ما نقول لك الموضوع ديال النقاش. لماذا النظام الجزائري يدعم هذه المرتزقه الانفصاليه اللي اسمها التونسيه؟ نقول له نقول له غير واحد الحاجه، نقول له غير واحد الحاجه. اذربيجان دوله اسلاميه، وثاني حاجه انت في وجهك صهيوني محد ديك المستاج اللي دايروا غير هنا بحال هتلر. هادوك هما الحسانه ديال ديك الشكامين فرنسا اللي كانوا شحال هادي كيشكموا لديك. سير حيد عليا داك المستاج وحيد عليا داك الحسانه الشكامه فرنسا وقاد وجهك وعاد اجي تهضر معي. اذربيجان دوله مسلمه ماشي دوله شيعيه. الشيعه هما انت اللي عندكم 20% ديال نسبه الشعب الجزائري المذهب الصفوي ردهم شيعه. واش الاحصائيات كتقول لك 93.8% ديال نسبه المسلمين في اذربيجان؟ اذربيجان اذربيجان كانت تابعه لتركيا، كانت تابعه لتركيا قديما وساعدتها حتى في الحرب. كي خربق هذا فاتح فاتح اطلع وبغى. انا غادي انا غادي نسولك، غادي نسولك من حرر في فلسطين. تقات من الصباح انت تفضلي العراقيين ونجاوبك على هذيك تاع الثوره التحريريه وكذا. نروح معك غير بالمنطق، من حرر فلسطين؟ المنطق هو اللي جاوبني انت هو الاول. المغرب ما عاونكمش في الثوره ديالكم، ما عاونكمش ما عاونكمش. هذا هو النقاش اللي كان، ما عاونكمش ما عاونكمش. وقول لنا شكون. لا راح نجاوبك، راح نجاوبك. شوفي لا لا جاوبني على هذا الموضوع، علاش تنقص؟ جاوبني بعدا على هذا الموضوع هو الاول، هذاك اللي طلع ذاك الجزائري وضرب كل شيء في الزيرو. جاوبني على هذه بعدا واعطي معلومات، اعطي معلومات الجزائريه اللي كاينين هنايا. اش دار المغرب مع الجزائر في الوقت ديال الثوره؟ وعاد سولني، ما تبقاش يطلع تبقى تسول. انت الاول جاوب على السؤال، عاد جاوب عاد عاد سال. ولكن احترمي طريقتك في الجواب. السلام عليكم. طريقتك في الجواب. اذا كان طرحنا التساؤل من فلسطين. اهلا اختي دار. كيف كيف رحمه الله الحمد لله. خليني نكمل المداخله ديالي. اذا كان طرحنا التساؤل من حرر فلسطين. وسلام يا عمك وسلام احترم راسك انت القرديرة اخر شوية خلينا نقولوا غير السلام. السلام سلام ورحمة الله. طيب يعني رجعنا لك ما زالك نقول السلام للناس ما زالك ما هضرناش. كي تدي الكلمة قولي سلام وماشي مشكل. سلامي أنا تدي الكلمة ما تقاطعيني. سلامي
انا كنلقيت التحيه على خوتي وسكت نكمل التحيه ديالي. الا جاتك جنبك هبط يا حييهم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظك اخي. الله يحفظك اختي تانا. الله يحفظك ويطول عمرك اختي. الله يحفظك. كل من رجل وامراته وابنته رجل والسلام يا عمو بالعامية الشمايت. هذه وحده. واحد سلامي لاي واحد هنا كيف تعالق سيام مرأة أونس وتمثل جميع المغربيات الحرات بنات الرجال واللي طلع فيها أربع كلمة. هذه أختي سيام هذه مش مجاملة هذه حقيقة اللي قال فيها أربع كلمة. هذه الكلام كيمثل مو واختوه علاش رباه وعلاش فطوه. إلا كانت عنده أم وإلا كانت عنده أخت سالي التحيه ديالي والنقاش بلادي. ونكمل المداخله ديالي. اذا كان طرحنا التساؤل من حرر فلسطين يعني في 2022 جوابي راه يكون لا احد. يعني رغم انه جميع الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء اللي راحوا وخطبوا في الامم المتحده وعلى غرار جميع منصات الدبلوماسيه في العالم لتمكين الشعب الفلسطيني أنه يدو الحقوق تاعه، نحن نشوفه في النتيجة نتيجة محتشمة جدا في الواقع في الواقع الفلسطيني. هذه ما تكذب علي ما نكذب عليك. سالينا منها. نعود نقول الثورة الجزائرية. إذا كان نعود نشوفه حنا الناس اللي طلعوا في المنابر إعلامية ودبلوماسية وهدروا في حق الثورة حق الشعب الجزائري في أنه يمارس حقوقه المشروعة، مش نلقاو غير محمد الخامس. بالطبع حنا محمد الخامس مشكور على الكلمة ديالو، ولكن يخصك تعرفي حاجة أنه الوقت هذا كان كثير من الحركات التحررية في العالم وكثير من الناس اللي دعموا الثورة الجزائرية في المنابر، وكان شي ناس أخرين دعموهم حتى بالسلاح. فهمتوا؟ يعني الكلمة اللي انتم اللي قالها محمد الخامس في الأمم المتحدة وتقولون نكر الخير، ما نكرناش الخير. احنا أي واحد هادر وشجع للثورة التحريرية مرحبا به على العين والراس. ولكن على جبهة اسمع 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 طب انا شهيدة عيان، انا مغربية، ما عندي كول، ما بغي لايف، ما بغي ندير حتى شي حاجة. كنقول شهادة حق، انا بنت المنطقة الشرقية من ناحية وجدة. باش جيت تكذب عليا؟ انا جدي من الناس اللي دخلت الجزائريين، من الناس اللي عطاتهم السلاح، بركة ما تمر المغالطات. والجزائر عيطات له وكرماته وشكراته. وإلا كنت حابك غنكذب، انا غنتصل بالبريفي مع كمال او سيام وغنصيفط لهم الكتاب اللي حاولت الجزائر تشري كله بركة تمرير المغالطات. عاوناكم باش تقول لي غير كلمة غير مشي تصور. ستوب، جمع راسك. انا من الناس اللي كنقول لك جدي من الناس المقاومين اللي عاون تصلتك وجدودك وجدود جدودك وتجي تكذب. حفظوك جوج كلمات تجي تقولهم. انا كنهضر معاك مع مغربية مكوزينتي كنطيب وكنقول لك حقائق. باش جي انت وتمرر مغالطات باش يخلصوك. انا قلت لك ذاك النهار الله يحسن العوان طرد الخبز الصعيد بصح باش تمرر تقول له لا هضروا علينا غير في منابر اعلاميه. وذاك التونسي اللي كتقول عاونكم قالها جزائري الاخر عاونك ودار لك التونسي انت والليبيين وحاربته وقتلته منه. فين التاجئ؟ فين التاجئ؟ التاجئ الحسن الثاني اللي عاونه وبعث له الطياره في جوج دقائق لقاها عنده. ومن بعد يجي هذاك اللي عنده. انا كنقول لك كل توانسة زين المحارم وكنعرفوكم كلكم. ربي حشرنا الحمد لله بعد عطانا البحر منا ومنا جوج واجهات وبوزبر بقى مورانا. انتم حتالة المجتمع. وغنجاوب داك السيد اللي قبيله طلع وقال لك حنا ما عندناش تاريخ. ومن بعد ما عندكش تاريخ لاقيط ابن لاقيط ناكر الجميل ما عندك اصل. حنا المغربي شوف والكرم ديال ارمي نفسك ما تقوليش كل مره كيسبوا. هذا الكلام لا يشرف المغربيه. هضري باداب كما حنا نهضروا باداب. ما تقوليش لاقيت ابن لاقيت. هذا مش كلام اللي يشرف المراه المغربيه. حنا رانا نتناقشوا في السياسه نحاولوا نتناقشوها باداب محترمه. فهمتي؟ لا الكلام هذا كلام يشرف المراه المغربيه. فهمتي؟ طيب علمات تهضر علمات كدير تدخل وما بقيتيش تقول نسقسيك برك وليتي تقول عندي مداخله. عندك صحاب الكرار كلشي مسجل وكنا احنا
كنعترف بالتاريخ ونؤرخ باش كل يهضر بادب. ندبع لكم الدفع المخير تصل تصل بوكو تصل تصل الجزائريين بدون استثناء. يلا تلاح خليهم لك يصبنوك عاوتاني السياسه ماشي مشكل، ولكن خليك من الالفاظ للالفاظ هذا دروم شرقه كامل الفاظ غير محترمه من الشرق الامور هادو. لا ماذا ما لا ما راه لا درون لا والو، هذه طالعه معصبه وعلى ديغابي وقالت الكلام بذيء في حق الجزائريين. وانا ادين الكلام ديالك اللي قلتي، ودين الكلام ديالك، والكلام ديالك ما يمثلك يمثلك نفسك. خليها تهضر سليمان ما تعصبهاش، خليها تهضر خليها تعبر خليها. لا لا راه تقول كلام منحط، تقول كلام ماشي في المستوى. ما تقوليش المغاربيه شو ضر راسلك اللايفات المغربية، اللايفات المغربية على ما تهضر، وحمد الله عليهم كتاكل طرف الخبز كيعطيهم لك. فاش كتطلع اللايف وكتقول جملة كتبوها لك سيادك وجايك وكنتي، أنا كنتحداك دابا كنتحداك، دير الكاميرا دير الكاميرا باش نشوفو شكون موراك، دير الكاميرا شوفو الكيلو ديال البنان اللي غيتشطلك أو الحليب اللي غدا غديرش عليه الصف على الصباح. أتونسيون صحاب لك، حنا رانا شوف قالها واحد السيد مراكش يطلع جزاه الله خيرا واحد والبهجة، حنا راه ماشي ما عارفينكمش، ولكن حنا كنا كنحشمو وكنراعيو. تعرفوا علاش؟ لان عندنا تاريخ. غنرجع لكم نفس النقطة، لان تاريخ. ما هو التاريخ؟ اش كيقول لك التاريخ؟ عندك جدك فلان وجداتك فلانة وامك عروقك منا وجدورك من هنا، غتحشم عليهم. ولكن اللي ما عندوش علاش يحشم غنخرجو وغنوريوه، وإلا ما فهمش هو وكرغولي دماغه مكرغل غنشوهوه. الحمد لله اخي العراقي لك تحياتي كاملة. هاكا نسمعك باش نجاوب. واه تعلمي غير تهضري وتهضري باحترام ربما احسن لي. هذا واش نقول لك والله يهديك. وهضر مقادد انت يا سليمان. واه انا حبيت خلي عليك خلي عليك السيده، خلي عليك السيده سليمان. لا نهضر مع الجميع، ولكن ادخل في الموضوع وخلي عليك السيده، ادخل في الموضوع وخلي عليك السيده. لا ما نخليش على ياسين بحيث قال تكلم ياسين كلام لا حول ولا قوه الا بالله. لما داني شوف سليمان، سليمان جاوب على السؤال. علاش 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 خليوني سليمان 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 الكلام ديالكم حول القضيه الثوره الجزائريه والعلاقه ديالها مع المغرب. استنى بكا كمان اسمعني نقول لك نكمل غير نكمل واسمعني اسمعني الكلام ديالكم واسمعني نقول لك واسمعني نقول على غرار جميع الناس. واسمعني اسمعني واسمعني اسمعني نقول لك انا اسمعني شي شويه. الفهم ديالكم في القضيه ديال القضيه الفلسطينيه والتعامل ديالكم مع القضيه الفلسطينيه، علاش مني جا السي ناصر بوريطة في مؤتمر القمه العربيه واتهم النظام الجزائري بانه كيدير تصرفات لا عقلانيه، واتهم النظام الجزائري قال لهم خلونا من ديك الخطابات الديماغوجيه، علاش بقى ساكت؟ ولا بغيتي ما كنتيش تصنتي للقمه العربيه والمداخله ديال السي ناصر بوريطة قدام الرؤساء ديال الدول؟ شكون اللي قال لك هذا؟ شكون؟ شكرا. واخا انا غادي نقول لك الكلام ديال السي ناصر بوريطة وكيفاش قال. قال لهم ويلتهم اجتماعنا في اليوم في هذا اليوم في ظروف مماثله من حيث خطورتها تستلزم مواصله النهج النبيل وتكلم الروح التضامنية للإبقاء على القدس مهدي الديانة السماوية ورمز التعايش بين الثقافات والقرارات والقرار الأمريكي بعد حق تحول خطير في الوضع السياسي والقانوني في هذه المدينة المقدسة وتجاوزا مرفوضا لنتائج المفاوضات والسلام التي جعلت ملف القدس من قضايا الوضع النهائي في إطار حل للدولتين. اسمع، كما أن القرار الذي يتناقض في جوهره مع هذا لعبت عليه الإدارات الأمريكية السابقة مرارا بخصوصيات المدينة المقدسة من شأنه أن يعطي بارعة أخرى للسلطات الإسرائيلية للمضي قدما في سياسة تهويد الممنهج للمدينة المقدسة وطمس معالمها الديانية والروحية وأن يفوض ما تبقى من فرض السلام على بل يجبر المنطقة بكاملها إلى مزيد من توتر في الاحتقان وتأجيج مشاعر الاحتقان والغضب وتغذية كل أشكال العنف والتطرف. وقال ومن هذا المنطق عبر الملك محمد السادس بصفته، هو كيقول لكم التطبيع المغرب شنو فيه، هو اللي يقول لكم شنو فيه، انتم اللي ما سمعتوش ولا ما خلوكم تسمعوا.
ومن هذا المنطلق عبر الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس إلى الرئيس دونالد ترامب عن الرفض القاطع لهذا القرار الأخير، وطالب المجموعة الدولية بتحمل مسؤوليتها الكاملة على الحفاظ على الوضع القانوني والسياسي للقدس وتفادي كل ما من شأنه تأجيج الصراعات والمس باستقرار المنطقة الهشة في ظل الاضطرابات التي باتت تعيش في واقعها بعض الدول العربية. هنا كيتكلم على لبنان، كيتكلم على سوريا، وكيتكلم على اليمن، وكيتكلم على مجموعة ديال الدول. قال لهم يعني خليونا من هاد الصراعات ومن هاد القرارات الطائشة اللي غادي يعرض القدس لواحد السياسة ممنهجة، سياسة تهويدية، وتخلي إسرائيل أنها تزحف على القدس وتردها عاصمة ديالها. وقال لهم لذلك نريد اتفاقا ممنهجا والتنسيق مع الطرف الفلسطيني والأطراف العربية والإسلامية الأخرى لمواجهة هذا القرار غير المقبول. فإن كان المجتمع الدولي ومن ضمنه الولايات المتحدة تتعبأ بجدية وحزم على القضاء الإرهاب، وإذا كان المنتظم الدولي يعترف التأخر غير الطبيعي في تسويته العادلة للقضية الفلسطينية من بين الأسباب الأساسية التي تولد التوتر في المنطقة العربية، فكيف يعقل أن يعبث بالوضع القانوني للقدس وهي صلب القضية الفلسطينية والمساس بها، يعني الخدش في الجذور والعقيدة؟ ألم يعطي ذلك دريعة لقوى التطرف والإرهاب؟ هنا كان حزب الله وإيران لحشد الاتباع وتبرير أعمالهم الإجرامية، ألن ينتقل بذلك إلى صراع ديني مجهول المعالم؟ إننا اليوم أمام هذا التطور السلبي والخطير مطالبون أكثر من أي وقت مضى أن نتحمل مسؤوليتنا بكل حزم ونعبئ طاقتنا بكل فعل وعمل نواجه هذا التحدي بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة من أجل الدفاع عن مدينة القدس والحفاظ عن وضعها القانوني والسياسي كمدينة للسلام مفتوحة أمام الديانة السماوية الثلاث ورمزا للتعامل والتسامح بيننا. إن الوضع سيء ومن واجبنا تفادي المزايدات أو الاندفاعات أو التعامل بالديماغوجية التبونية الخروبية العبلوية البنقرواطية البرقلاطيشية. راك يهضر معاك الشريف، راك يهضر معاك. خليونا قال لك بعيدين على قضية القدس، راه العالم كيدوز في أزمة لا من المشرق لا من المغرب. راكم كتدخلوا الإرهاب لتما، حزب الله راه كيدير فعالات مع لبنان تما كاينوا كيقتلوا الفلسطينيين. واش حزب الله اللي كتدعموه انتم وجيبينوا الاراضي والحدود المغربيه هو اللي كيضرب في الفلسطينيين ويبداو يقتلوا يضرب في الاسرائيليين ويقتلوا في الفلسطينيين؟ حزب الله اللي جيبينوا لبلادكم هو اللي مشى كيدير ترسيم الحدود بين اسرائيل ولبنان؟ حزب الله اللي جيبينوا لبلادكم هو اللي كيدعم الارهاب والمرتزقه هادو اللي جيبينهم انتم للصحراء المغربيه؟ قال لكم خليونا من ديك العالم بيني وبينك حساب. سمع بالعربيه باش تفهموها، ربما انتم كتفتقدوا اللغه العربيه ما كتفهموهاش. قال لك الا عندي بيني وبينك حساب، ما تحتاجش انك تمشي كتسبق ودير القدس ذريعه باش تهرب من المشاكل ديالك. كون عقلاني ومنطقي وتبرع عليهم. قال لهم خاصنا نكحزوا على هذه الخطابات الديماغوجيه. شنو هي الخطابات الديماغوجيه؟ نحن مع فلسطين ظالمه او مظلومه، ماذا قدمتم لفلسطين؟ شنو عطيتوا لفلسطين؟ نحن مع فلسطين ظالمه او مظلومه، باش دعمتوا فلسطين؟ نحن مع فلسطين ظالمه او مظلومه، عندكم حتى سفاره فلسطين مطبعين مع فلسطين؟ نحن مع فلسطين ظالمه او مظلومه، صدفتوا المقاومه الفلسطينيه عندكم في بلادكم ودربتوا المقاومه الفلسطينيه، جايبين حزب الله يدربوا لكم المرتزقه في بلادكم. شنو درتوا لهذه القضيه الفلسطينيه؟ انتم فين ما تبغيو تهربوا من مشاكلكم، فلسطين فلسطين. وعلاش السي العمامره وديك تبون ديالك المبردع تماك اللي خدام يبردع فيكم جالس داير هكا وكيشوف فيه، علاش ما يردش؟ علاش ما تطالبوش نتوما يرد يجاوب؟ يعني يقول له ما كاينش خطابات ديماغوجيه. ودابا فلسطين صبحت كتقصف من طرف اسرائيل، شكون اللي غينوض يحمي فلسطين؟ غادي ينوض تبون غيحمي فلسطين؟ والله ما تعطيوها والو، والله ما تعطيوها حتى حاجه، حتى انكم درتوا لم شام الفصائل الفلسطينيه وجريده جزائريه كتكلم بانكم عطيتوا لاسرائيل ازيد عن 50,000 طن ديال الغاز المسال. وهذا الغاز المسال كيصنعوا به الاسلحه وكيصنعوا به القنابل المسيله للدموع ومجموعه الاسلحه باش كيقتلوا الفلسطينيين. انتم اللي كتدعموا فلسطين. الحزب ديال عبد الرزاق مقري هو اللي مشى كيتكلم مع السيناتور الامريكي وكيطلب من 16 سيناتور معاه في الكونغرس الامريكي كيقول له باش يوقفوا مع القضيه مع اسرائيل ضد المقاومه الفلسطينيه اللي دارت لهم فلسطين لم الشمل.
شتي الا كان الخلاف ديالك مفتعل مع الطرف اللي كنت راح نجاوبك راح نجاوبك جاوب يلا جاوب انا كنسمعك انا كنسمعك انا كنسمعك واه راح نجاوبك نقطه بنقطه جاوب يلا جاوب نقطه بنقطه ما تسليش كيفاه نجاوب نبدا لك بالنقطه ديال الغاز اللي قلت انت استنى قلت ان الجزائر تمد الغاز للكيان وبالغاز هذاك يصنعوا به امور يضروا بهم الفلسطينيين هذا يا اخي كذب الجزائر ما تمد حتى غاز للكيان الجزائر اسمعني هذه هذا الغاز اللي كتقول لي عليه كذب انت واسمعني اسمعني انا ما تجيش تكذبني انا ما تجيش تكذب ودابا انا نجبد لك مصدر من هنايا بان جريده جزائريه اسمع اسمع انا نقول لك كاينه مصادر كاينه مصادر مصريه اسمع اسمع خليني من داك المغربيه انا ما كنهضرش بالمغربيه كنهضر معك جريده جزائريه كاينه مصادر مصريه حتى مصر تكذب قالت مصر بان الجزائر كتسلم الغاز ديالها عن طريق مصر الى اسرائيل وكيمروه عن طريق العريش وهذه مصادر استخباراتيه واصبحت موثوقه وفي الجرائد العالم كيتكلم فيها وتجي انت تتكلم قول لي ما كاش منها ما كاش منها شنو قدمتي لها فلسطين مني ما كاش منها غير قلنا شنو قدمتي لها اي صبر 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 تعلم تسمع كامل راح نجاوبك نقطه بنقطه نقطه انا نزيدك واحد المعلومه نزيدك واحد المعلومه زيد على هذا الشيء قال لك كمال اسمع المغرب المغرب البارح كيصوت في الامم المتحده ضد اسرائيل لمصلحه فلسطين ضد اسرائيل صوت المغرب نتوما راه كنقول لك سليمان لا تتزايدون بالقضيه الفلسطينيه على المغاربه خليني مداخله كامله ما تزايدوش علينا بالقضيه الفلسطينيه لان ما شفنا منكم والو ما نطلب منكم ما تقاطعونيش انا كي طلعت في اللايف وقلت لكم من حرر فلسطين وغيت لك دغيا سليمان كتعاطل في الهضره وليتي كتبجح في الهضره ديالك اطلق دغيا هضر دغيا باش يدوز المعلومه نعطيو الكلمه للاخوان حتى هما يهضروا تقفل الميكرو ديالك وسمع الجواب ديالي انا كيطلع في اللايف ديالكم قلت لكم طلعت السؤال من حرر فلسطين في 2022 وجاوبت على نفسي انه لا احد لحد الساعه يعني كاين نتائج محتشمه في الواقع الفلسطيني ما تكذب عليا ما نكذب عليك هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه النقطه ديال الغاز الجزائر ما تبيعش الغاز تاعها للكيان اذا كان السلطات المصريه وبشكل سري مدت النسبة ديال واحد الغاز هذاك واحد الشحنة ديال الغاز للكيان هذاك يحمل هذاك مسؤولية